أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أني أستغفرك من كل ما تبت عنه إليك ثم عدت فيه وأستغفرك من كل ما أردت به وجهك فخالطني فيه ما ليس فيه رضاؤك وأستغفرك للنعم التي تقويت بها على معصيتك وأستغفرك من الذنوب التي لا يعلمها غيرك ولا يطلع عليها أحد سواك ولا تسعها إلا رحمتك ولا تنجي منها إلا مغفرتك وحلمك لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اللهم اني استغفرك من كل ظلم ظلمت به عبادك فأيما عبد من عبادك او امه من ايمائك ظلمت في بدنه او عرضه او ماله فاعطه من خزائنك التي لا تنقص واسألك ان تكرمني برحمتك التي وسعت كل شيء ولا تهينني بعذابك وتعطيني ما اسألك فاني حقيق برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم هذا دعاء شهر رجب. This is دعاء شهر رجب as given by Grand Sheikh Sheikh Abdullah الفاز الدوزاني and then by Mawlana الشيخ Nazim al السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.